يعتبر واحد من افضل الحراس على المستوى العالم. جاب المحاوله حكيم زياش هناك خطا، كان هناك تدخل محاوله بلال الخنوس ولكن استرجع الكره من طرف اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي. جاب المحاوله وبوفال، فرصه 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 وبوفال هدف، هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي. محاوله من الجهه اليمنى لفائده المنتخب البرازيلي. ترجع الكره من ايميرسون، تمريره وتدخل ممتاز للعميد غانم سيس الذي يتدخل ويبعد الكره في الوقت. مشات الكره لدو سانتوس اللي دخل منذ قليل، كانت المطالبه بخطا بلمسه يد في الوقت. يسترجع الكره امام يوسف انصيري، خطيره وهدف، هدف تعادل لفائده المنتخب البرازيلي، هدف بواسطه العميد كاسيميرو. المحاولة أخرى يحيى عطيت رفع كرة، فرصة فرصة هدف، فرصة هدف، هدف ثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي، هدف ثاني بواسطة لاعب الصابري عبد الحميد الصابري.